فقدت أكثر من 25 شخص من عائلتي، ومن بيناتهم كان أطفالي التوأم أحمد وآية وزوجتي وأخواتي ياسر وعائلته وعبد الكريم وولاد أختي بنات أختي. كان عمري 15 سنة وقت مجزرة الكيماوي بالغوطة الشرقية 2013. خسرت كل عائلتي قدام عيني واحد واحد. للأسف الشديد هذا الوحيد اللي نجوت. من أصعب اللحظات اللي ما بتفارق ذاكرتي إلى الآن هي صورة الأطفال، وبالأخص طفلي اللي كان بين إيدي ما حاسن ياخد نفس وما لي حاسن أقدم له أي شيء بقدر عليه، بالإضافة إلى وقت تم إسعافنا إلى النقطة الطبية كان صور الضحايا والشهداء في ممرات الطبية بالعشرات والزبد اللي خارج من فمهم، هاي الصور كلياتها ما بتروح من ذاكرتي. أفظع من ذلك إنه إلى الآن لم يتم محاسبة هذا المجرم على هذه الجريمة الفظيعة. ركضنا بمحاولات لإنقاذ الأرواح لعدد من الهجمات بالأسلحة الكيماوية بسوريا، وما شهدنا من معاناة الناس بفقد أحبائهم ومحاولة تشويه الحقائق وتكذيب الشهود يفوق الوصف. كثير مننا أفراد ومنظمات ودول اشتغل ولسه عم يشتغل على جمع وتوثيق وحماية الأدلة يلي نتجت عن الجرائم اللي تم ارتكابها بالأسلحة الكيميائية. بس شو الخطوة التالية؟ لجأنا إلى المحاكم المحلية واستطعنا باستخدام الولاية القضائية العالمية أن نحقق إنجازات غير مسبوقة، لكن هذا لوحده غير كافي، يجب البناء عليه. نحن بدنا طريقة دولية لمحاسبة الأفراد اللي استخدموا الأسلحة الكيميائية جنائيا، سواء كان هذا الاستخدام من قبل قوات الجيش النظامي اللي أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدامه لها 9 مرات، أو من قبل كان هذا الاستخدام من قبل أطراف غير حكومية مثل تنظيم داعش اللي أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدامه لها مرتين. بعد نهاية الحرب العالمية الأولى كنا نعتقد أنه لن يكون هناك استخدام مرة أخرى للأسلحة الكيماوية، لكن من الواضح أن هذا العرف التاريخي بدأ في التآكل والتلاشي، لذلك فكرنا بحلول تعطي الدول القيادة التاريخية، القيادة الإخلاقية لمنع ذلك. على مدى سنوات من العمل طورنا مقترح خاص بمحكمة واستشرنا حوله العديد من الحكومات والدول والخبراء الدوليين. What we are calling for is the establishment of an exceptional tribunal on chemical weapons, a tribunal that can be established through a treaty among states from across the world, states that are serious about protecting the norm. تكتسب هذه المحكمة صلاحيتها من تفويض من الدول التي تملك صلاحية العالمية لملاحقة المجرمين الذين استخدموا السلاح الكيميائي وتمنحها لهذه المحكمة، وبذلك يمكن لهذه المحكمة أن تلاحق المجرمين الذين استخدموا السلاح الكيميائي. هاي المحكمة الاستثنائية راح تنفذ العديد من قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي أصدرها العالم واللي بتدعو للمحاسبة على استخدام الأسلحة الكيميائية، ورح تخفف الضغط الهائل غير المسبوق على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإيجاد حلول للإفلات من العقاب. وهي المحكمة رح تبني على العمل الشاق اللي قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمع وتحليل الأدلة ولكن خارج المنظمة، وكمان رح تبني على جهود الآلية الدولية المستقلة IIIM ببناء قضايا لم تتوفر لها محكمة بعد. We have engaged with relevant offices from international judicial and technical organizations to make sure that our work supports theirs and builds upon it. We have looked with international experts and policymakers at alternative models that hold all individual perpetrators who use chemical weapons accountable through an international judicial process. But there are no alternatives. اليوم في ضرورة لإيجاد حل وآلية دولية لمحاسبة المرتكبين باستخدام السلاح الكيماوي بسوريا، وخصوصاً أنه طريق محكمة الجنايات الدولية مغلق أمامنا من 2014 نتيجة الفيتو الروسي والصيني. هؤلاء المجرمين أنه لا يمكن السماح لهم بالإفلات بالعقاب، وخصوصاً مع وجود آلاف الضحايا بهذه الارتكابات. نعرف بأن هذا الطريق ليس سهلاً ويحتاج إلى وقت، ونعرف أن هذا الطريق محفوف بالكثير من المخاطر والتحديات. بالنسبة لنا كضحايا بوقت ما نعيش فيه تحت رحمة التضليل والإنكار، الطريق نحو العدالة والمحاسبة مهم للغاية. الانتظار ما نو من مصلحتنا كناجيين وناجيات. الانتظار يعني مزيد من الفرص للإفلات من العقاب، ويعني مزيد من الفرص للمجرمين لارتكاب
مجازر جديدة باستخدام الأسلحة الكيميائية، ما عنا أي خيار تاني. لم تحدث في العالم أي محاكمة جنائية دولية لاستخدام الأسلحة الكيميائية عبر التاريخ. لقد حان الوقت أن تفي الدول بوعودها وتدافع عن الأعراف الدولية بعدم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. بالنسبة لي الموضوع ما له نجاة أبدا. بالنسبة لي الموضوع هو مغاناة ومأساة عم غانيها من أكثر من 10 سنين، وما بتمنى لأي حدا بهذا العالم إنه يغاني اللي غانيته أنا. لهيك وقفوا مع العدالة ولا تخنقونا مرتين. لا 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 تخنقونا مرتين. Do not suffocate us twice. لا تخنقونا مرتين. لا تخنقونا مرتين. Don't suffocate us twice. Do not suffocate us twice. لا تخنقونا مرتين.